أخي الحبيب احذر، هذا ما سوف تراه وتسمعه لحظة الموت. هل عملية الموت مؤلمة أم هي حدث طبيعي جدا؟ وهل الميت بالفعل يسمع ويرى كل شيء من حوله؟ هل صحيح أن الملائكة تظهر كمخلوقات جميلة جدا لحظة الموت؟ وهل هناك فرق بين موت المؤمن وموت الكافر؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإكثار من ذكر الموت. أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت يهدم كل اللذات التي تعيشها في الدنيا، ويهدم المآسي أيضا، يهدم الهموم ويهدم الأفراح ويهدم كل شيء له علاقة بالدنيا، وتبدأ حياة جديدة بعد الموت. ولكن ما الذي سأراه وأسمعه لحظة الموت؟ الحقيقة قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع أيها الأحبة، أنا لدي حديث مهم أحببت أن أتذكره معكم، وأرجو أن تحفظوا هذا الحديث لأنه مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ذات مرة: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ كيف رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له: أكيس الناس وأفضل الناس وخير الناس وأكرم الناس من لديه السلطة والمال والشهرة؟ ماذا قال له؟ دققوا أيها الأحبة كيف كانت نظرة هذا النبي لهذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. سبحان الله، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام يعتبر أن الذي يكثر من ذكر الموت هذا إنسان رائع، هذا إنسان جيد، إنسان من أكرم الناس وأكيس الناس. طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يركز على هذا الموضوع؟ أيها الأحبة، إن كل عمرك الذي تعيشه الآن هو ساعة من عمرك الحقيقي، لأن هذه الحياة الدنيا هي ساعة، ثم تبدأ حياة البرزخ أو ما وراء البرزخ، حياة ممتدة ربما لملايين السنين، مليارات السنين، نحن لا نعلم، يعني هذا في علم الله. ثم بعد ذلك البعث والنشور والمرور على الصراط، فإما جنة خالدين فيها أبدا أو نار خالدين فيها أبدا، لا موت ولا حياة، لا يموت فيها ولا يحيا. طيب بالله عليكم، يعني أنا كيف أنظر لساعة فقط من ساعات حياتي الحقيقية وأضع كل جهدي واهتمامي ومشاكلي وتفكيري وطموحاتي في هذه الساعة، وأترك الحياة الحقيقية التي أنا سأعيشها بالفعل؟ الحقيقة أيها الأحبة، من هنا ندرك لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإكثار من الموت. القرآن العظيم أخي الحبيب جاء ليعرفك ماذا يوجد بعد الموت، ولكن للأسف اليوم الإعلام العالمي ومجموعة من الملحدين للأسف يتحكمون بهذا الإعلام، يضخون الكثير من المعلومات التي تلهيك عن الآخرة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإذا أنت في هذه الدنيا كلما أكثرت من ذكر الموت كلما كنت أفضل ودرجتك أعلى عند الله. طيب أول مراحل الموت أخي الحبيب
تبدأ برؤية الملائكة. إذن أول شيء ستراه هم الملائكة الكرام. ولكن هنا أخي الحبيب هناك فرق كبير بين أن ترى الملائكة بأبهى صورة وأجمل صورة ومخلوقات لم ترى مثلها في حياتك، ستكون في قمة السرور من هذا المشهد الرائع، ترى ملائكة الرحمة تأتي بأبهى صورة. هذا إذا كنت مؤمنا. إذا كنت تذكر الموت وتنتظر الموت وتستعد للقاء الملائكة، هؤلاء ضيوف رسل الله. إذا كنت يعني غافل ومنغمس بالدنيا فلا تلومن إلا نفسك، سوف يأتيك هؤلاء الملائكة بأبشع صورة، وسوف تكون لحظات من العذاب والألم والحزن والأسى والحسرة. إذن يعني أنا الذي أريد أن أنبهك له، أنت انظر أين تضع نفسك، أنت انظر أين تضع نفسك. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا هو، هذه هي الصورة الأولى. فألقوا السلم، استسلموا. طبعا قبل دقائق كان في قمة قوته وسلطانه ونفوذه وماله وبطشه وجبروته، ولكن عندما رأى ملائكة العذاب استسلم. لماذا يستسلم؟ لأن الحياة انتهت، كل الناس تخلوا عنه، لا أحد مستعد أن يموت بدلا منه. يعني لاحظ أخي الحبيب، أنت تستطيع أن تستأجر إنسان بمالك ليقوم بأي عمل إلا الموت، هل هناك من يموت عنك؟ لا، حتى لو أعطيته المليارات لا أحد يموت عن أحد. لذلك هنا يستسلم هذا الإنسان الكافر. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. يكذب على نفسه. يعني أنت على من تكذب؟ أنت أعمالك كلها سيئة، ما كنا نعمل من سوء. يأتيه الجواب، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. طب لماذا تضع نفسك في هذه الصورة المرعبة التي لا عودة منها؟ إذن الإنسان الغافل الظالم الذي ظلم زوجته، ظلم أولاده، ظلم الآخرين، أكل أموال الناس، أساء للناس ولم يطلب منهم أن يسامحوه، يظن أنه قوي، يظن أنه مقتدر، في هذه اللحظة للأسف هذا هو المصير، فادخلوا أبواب جهنم. إذن هذا الظالم سوف يرى مقعده من النار لحظة الموت. يعني أول شيء يراه هو الملائكة وهم يوبخونه ويضربونه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أنا لماذا أضع نفسي في هذا الموضع الذي لا أحسد عليه؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، هنا الخطاب للحبيب عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن من بعده، يقول له لو قدر لك أن ترى، يعني لو قدر لنا أيها الأحبة أن نرى ما الذي يحدث مع الميت الظالم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، ماذا تقول هذه الملائكة لهذا الظالم؟ تبسط أيديها له وهي بأبشع صورة يراها،
منظر مرعب، استسلم. يقولون له أخرجوا أنفسكم، يقولون لهؤلاء الظالمين أخرجوا أنفسكم، يعني خلص نفسك، أنقذ نفسك، أخرجوا أنفسكم اليوم. وهذه الآية دليل صارخ وواضح ويقيني ومادي ملموس، دليل ملموس على عذاب القبر. الآية تتحدث عن لحظة الموت أيها الأحبة، هذه الآية تتحدث عن لحظة الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، آية واضحة جدا. اليوم يعني يوم الموت، اليوم تجزون عذاب الهون، الهون من الهوان والذل، عذاب الذل يعني. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذا قيل له اتق الله يستكبر، إذا قيل له يا أخي لا تؤذي الناس يستكبر ويطغى أكثر. هؤلاء أيها الأحبة مصيرهم أنه يرى الملائكة بأبشع صورة، وهذه الملائكة تضربه، يضربون وجوههم وأدبارهم. تخيل، تخيل يعني إنسان لديه المال ولديه كل شيء وهو على فراش الموت وهو ظالم، سيتلقى يعني هو يرى الملائكة بأبشع صورة، ولكنه سيتلقى العذاب، تضربه هذه الملائكة على وجهه وعلى أدباره على قفاه يعني. ثم يأتي شخص يقول لك الموت هو الظاهرة الطبيعية تمر بسلام، مثله مثل أي بكتيريا أو فيروس يموت يعني. إذن أيها الأحبة، كل واحد منا سوف يرى الملائكة ويرى إما العذاب وإما النعيم، وإما أن يرى هذه الملائكة بأحلى صورة وأجمل صورة، أو يراها بأبشع صورة، صورة مرعبة، صورة مخيفة له. طيب استمعوا معي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول لو أن الله هداني، فيكون له شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة أو في الجنة، فيقول لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. ماذا نستنتج من هذا الحديث أيها الأحبة؟ أن كل إنسان الله كتب له مقعدا من الجنة ومقعدا من النار، وهداك النجدين، فأنت بعملك إما أن تصل إلى النار أو إلى الجنة، ولكن مقعدك في الجنة موجود. فالكافر يرى مقعده من الجنة أولا أو في الجنة، يعني عندما يموت أو تبدأ لحظات أو غمرات الموت يرى مقعده في الجنة فيفرح. ثم يرى مقعده من النار فيكون عليه حسرة، يقول لو أن الله هداني، لو أنني فعلت كذا. لحظات حسرة تمر، لحظات الحسرة على هذا الكافر أو الملحد أو الغافل. بينما المؤمن بعد أن يرى مقعده من النار يحمد الله، يقول الحمد لله أن الله هداني وأنقذني من هذا المصير الأسود. إذن أخي الحبيب، الإنسان يرى ويسمع، ولكن المؤمن يرى أشياء جميلة، يرى مقعده من الجنة، يتمنى لقاء الله. الكافر عكس ذلك تماما. الدراسات الحديثة أيها الأحبة كشفت أن الميت يسمع كل ما يدور حوله، وربما تكون قوة سماعه أكبر من الإنسان الطبيعي، لأن منطقة الاستماع لديه في الدماغ تتوهج وتنشط،
منذ أول لحظة الموت إلى ساعات. فإذا الميت يسمع خبر وفاته كما قال الدكتور سام بارنيا في دراساته التي يجريها حول ما يسمى تجارب الاقتراب من الموت. طب لماذا الله أعطاه قوة السمع للميت؟ أعطاه قوة السمع أيها الأحبة، أولا إذا كان مؤمنا يطمئن على من حوله، يأنس بهم. لذلك الصراخ على موت المؤمن شيء عذاب له، والبكاء الشديد. النبي كان يحزن ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للكافر، الكافر طبعا يسمع ويتحسر وهو ميت، يتحسر أنه ليس موجودا في هذه الدنيا، كيف انتهت هذه الدنيا، ولا يستطيع أن يعود لها، هو محبوس داخل جسدي. لذلك أحبتي في الله، نصيحتي لكل إنسان، كل يوم تذكر لحظة الموت، برنامج يومي، وبخاصة قبيل النوم. النبي كان يتذكر لحظة الموت، لذلك كان يسلم نفسه لله وكان يقول: اللهم إن أمسكت نفسي، يعني إذا توفيتني فارحمها، وإن أرسلتها يعني أعدتني للحياة فاحفظها. وعندما كان يستيقظ أول شيء كان يقوله، كان يحمد الله على نعمة عودة النفس له، يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإيمان، وأن يحيينا وهو راض عنا، ويتوفانا وهو راض عنا إن شاء الله جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.